طب وش الدواوير هذه؟ هذا طبق عسل وهذا طبق مربى وهذا طبق رز. عسل ومربى ورز كيف بيجوا مع بعض؟ انا ماني فاهم. طيب وهذا ايش؟ هذا بيتي. ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله تكون مهندس لما تكبر. حلو حلو. وش هذه؟ هذه غرفتي. غرفتك ما شاء الله كبيره غرفتك. ها والغرف الصغار هذه؟ هذه غرفه اولادي. وعندك اولاد كمان ما شاء الله. وهذه ايش الصغيره هذه؟ هذا حمام ولا ايش؟ لا هذه غرفتك. غرفتي انا؟ وليش غرفتي صغيره؟ زي غرفه جدي. الحين تخليت غرفه جدي صغيره. الحين تخليت غرفه جدي صغيره. سلامتك ابويا. خير ايش فيك ابويا؟ سلامتك. لا ولا شيء يا ولدي ولا شيء. ابويا تعبان محتاج دكتور، اجيب لك دكتور تكلم. لا لا بسيطه الحمد لله انا طيب. طيب ابويا تعال معي على غرفتك فوق تعال. لا يا ولدي سيبني انا مرتاح هنا، لا تشغل بالك ارتاح انت. ابويا انا ما راح ارتاح الا لما تطلع معايا فوق. يلا الله يديك العافيه ابويا. قم معايا. قم يا ابويا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.